البداية من انتخابات نادي الهلال في هذه الأجواء الرياضية طبعا للمختلفة والمتباينة بعد هذا القرار الكبير، قرار الصادم، قرار تعليق نشاط كرة سودانية، حرمان أندية من حقها الطبيعي والطليعي في المنافسة وفي المكتسبات المختلفة. نادي الهلال في جدول وفي انتخابات معلنة، قائمة مرشحة وأيضا أخرى. القائمة، رئيس نادي الهلال قدم قائمة جديدة برئاسة أشرف سيد أحمد الكاردينال والسيد سعد العمدة نائبا للرئيس، لجانب الفريق صديق عامر حسن والدكتور حسن علي عيسى وأيضا الأستاذ عماد الطيب واللواء عصام كرار. هذه أسماء جديدة مع المجلس، وفي أسماء طبعا كانت سابقة، وبالتالي غابت أسماء السيد أحمد عبد القادر والكابتن فوز المرضي، السيد هشام محمد أحمد والمهندس محمد عبد اللطيف هارون، غابت هذه عن القائمة الجديدة. ينافس أيضا السيد صابر شريف الخندقاوي أيضا وسيد أحمد خليل بقوائم أيضا في انتخابات الهلال. إن شاء الله في مساحات قادمة لانتخابات الهلال، مساحة كبيرة ومساحة خاصة لمتابعة والرصد والوقوف مع جميع المترشحين والوقوف أيضا عند البرامج التي ستقدم لشعب ولجماهير الهلال.